بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أحبتي في الله، ما زلنا مع قصة وعبر، ونحن اليوم مع أبي الأنبياء، مع خليل الرحمن الذي اصطفاه سبحانه وتعالى ورزق هذا الإنسان العظيم الخلة، وادعته كل ملة من الملل. النشأة الأولى لخليل الرحمن نشأة عراقية، يعني في العراق حيث الحضارة يعني حضارة بابل، ثم انتقل إلى الشام حيث الأشوريين وحضارة الشام وما في الشام من تاريخ، ثم ذهب وزوجه سارة إلى مصر حيث حضارة الفراعنة. يعني هو تنقل ما بين ثلاث حضارات لها قطاع كبير في التاريخ. الأغرب من الخيال كان يعني المعتقد، أو كما درس لنا ونحن صغار وما زال يدرس لأبنائنا، أن المدنيات والحضارات تنشأ على ضفاف الأنهار وحيث موارد ومنابع المياه والخضرة. وكان يعني لو أنشأ الخليل شيئا في العراق لما عاب عليه أحد، أو في الشام لشجعه الناس، أو في مصر ربما. لكن الأغرب أنه ترك حضارة العراق، حضارة بابل، والحضارة الأشورية في الشام، وحضارة الفراعنة في مصر، وذهب إلى مكان عجيب، وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. إذن السؤال الذي نطرحه دائما، الحضارات تنشأ في الخارج أم في الداخل؟ يعني خارج الإنسان أم داخله؟ اكتشفنا حقيقة من القرآن، وهكذا قصص القرآن يعلمنا، وهذه أول عبرة في هذه القصة، أن حضارة الإنسان ومدنيته من داخله. يعني من داخله، يعني القضية لم يعتبر أن سيدنا إبراهيم كان مجرد يعني أنه منشئ حضارة في مكان هو يعج بالناس، لكن هو ذهب إلى صحراء لا أنيس ولا جليس ولا تعج بالناس ولا منابع مياه ولا ضفاف أنهار ولا شواطئ بحار ولا غابات ولا خضرة، يعني بيئة قاحلة. يعني لك أن تتخيل مكة هذه منذ 7000 سنة كيف كان منظرها، يعني منذ آلاف السنين كان عبارة عن جبال موحشة وأرض يعني لا يعني ليس فيها معلم من المعالم. فسيدنا إبراهيم أثبت لنا في هذه القصة وفي قصته وفي تاريخه، والقرآن هو الذي يثبت لنا وهو حقيقة، أن الحضارات تنشأ من الداخل. يعني إذا أن الإنسان لا يهتم بمظاهر الأمور، يهتم الأول بالداخل. فإذا نشأ الإنسان حضاريا متحضرا من داخله، حتى لو وجد في قلب الصحراء، فالحضارة أن يكون الإنسان موصولا برب العباد عز وجل. العجيبة الثانية، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المثابة هي الرجوع، يعني أنا أقول ثاب الإنسان إلى رشده، يعني رجع. ثاب الإنسان إلى عقله، يعني عاد. يثوب الإنسان إلى البيت، يعني يرجع إليه. طيب، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. الله، هو سيدنا إبراهيم كان عند البيت أولا، ثم ذهب إلى الشام، ثم عاد مرة أخرى؟ أبدا. لو أول مرة يأتي إلى هذا المكان، يعني رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. إذا قضيت مثابة يعني رجوعا، رجوعا لمن؟
كأن القرآن، وهذا هو الدرس الثاني والعبرة الثانية، كأن القرآن يقول لنا: أيها الضال الشارد، يا من شردت عن تعاليم الله وعن تعاليم السماء، ويعني حطمت الأوامر وارتكبت المناهي، هذا البيت مثابة لك، عندما تريد أن تتوب يجب أن تؤوب وتعود إلى هذا البيت. طب يا رب، والفقير الذي لا يستطيع أو لا يملك أموال العمرة ولا أموال الحج، كيف يتوب ويؤوب؟ كل يوم 5 مرات يتوجه إلى هذا البيت كي يثوب إلى رب العباد، قائلا مع تكبيرة الإحرام: الله أكبر، يعني يا ربي أنت أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأهم لي من كل شيء، وأنا حريص أن أكون في طاعتك، حريص أن أكون بعيدا عن معصيتك، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن هذا البيت أنت يا قريب منه توجه إليه بنظرك، وأنت يا بعيد عنه توجه إليه ببصيرتك، البصر لمن هو حول الكعبة والبصيرة لمن هو بعيد عن الكعبة. يعني الله عز وجل إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله، الابتلاء هو الاختبار، والاختبار يأتي أحيانا بالنعمة ويأتي أحيانا الاختبار بالنقمة. يعني الإنسان قد يرى أن شيئا ما نعمة له، الذي ليس له ولد يتمنى أن يكون له ولد، فإذا جاءه الولد ظنه الإنسان نعمة، إذا بهذا الولد قد يصير عليه فتنة: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. إذا ممكن يكون هذه النعمة التي أنا أراها صورة من صور الاختبار الصعب الذي قد أرسب فيه، وقد تكون النقمة في ظاهرها بلية ولكن هي حقيقتها حقيقة نعمة. لماذا؟ لأنك تنظر إلى هذا الولد الذي عندك وقد ارتفعت حرارته وخافت أمه ووجب قلبك خشية عليه، وصلت حرارته إلى 40، تعمل إيه؟ تبقى أنت في حالة اضطراب، أنت فكرت في حرارة ولدك فقط. حرارة هذا الولد لها قصة، قصة كبيرة وعجيبة جدا. ما هذه القصة؟ سوف يأتي طبيب ليوقع الكشف الطبي على ولدك، هذا له إيه؟ أجر، لأن أهله، أهل هذا الطبيب، أنفقوا عليه جل أموالهم وما يملكون حتى يتخرج من مدرسة أو كلية الطب. ثم يصف الطبيب الدواء لولدك، فتذهب أنت إلى الإيه؟ إلى عالم الفارماكولوجي أو عالم الأدوية أو الصيدلاني، تذهب إلى الصيدلية فتأتي بإيه؟ فتأتي بالدواء، هذا الصيدلي أيضا أنفق عليه. طب هذه الأدوية التي اشتريتها وراءها مصانع ومركز أبحاث، وسبحان الله، مصانع تصنع العبوات، ومصانع تصنع الكيماويات، ومصانع تركب هذه، ومصانع تعمل العلب التي توضع فيها، ثم تنتقل هذه الأدوية عن طريق وسائل نقل، إما طائرات أو سفن أو بواخر أو أدوات نقل برية أو غير ذلك، فهذه أيضا تعمل فيها هيئات ومؤسسات. الأوراق التي تكتب فيها هذه الوصفات الطبية التي هي موجودة في الطيات العلب، مصاحبة للزجاجات التي توضع فيها الحبوب أو الحقن أو أي نوع من الأدوية، عندئذ هناك فريق كامل. هذا الطبيب له في مستشفى ممرضات وممرضين وشؤون إدارية وشؤون قانونية وعلاقات عامة وموظفين ووسائل دعاية ووسائل إعلان، كل هؤلاء من أين رزقهم ومن أين طعامهم لولا أن ولدك ارتفعت حرارته إلى درجة 40؟ لكن أنت تنظر إلى قضيتك، أنت تظن أن الكون محصور فيك، لا، الكون، أنت جزء من الكون، أنت جزء من هذا الكون. والله عز وجل جعل الناس، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إذن دفع الناس بعضهم ببعض، أن هذا ينفع هذا وذاك ينفع هذا، سبحان الله. فأنت لا تحتقر مهنة من المهن، يعني تقول الله هذه مهنته كذا وتشيرها كذا بأنك تستقله. طب بالله عليك، لو أن هذه المهنة التي أنت تستقلها أضرب صاحبها، لو أضرب الكناسون في بلادنا كيف شوارعنا؟ لو أضرب عمال الصرف الصحي عن العمل أسبوعا، ها، ماذا تكون النتيجة؟ إذن الناس، يعني الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فإذن الابتلاء قد يأتي في صورة نعمة وقد يأتي في صورة إيه؟ بلية. بما ابتلى إبراهيم ربه، رب العباد بما ابتلى، يعني في قراءة لأبي حنيفة يقول: وإذا ابتلى
إبراهيم ربه، يعني رفع الـ إبراهيم ونصب لفظ الجلالة، يقول يعني وإذ دعا إبراهيم ربه دعوات معينة وانتظر حتى يرى هل يجيبه رب العباد إليه أم لا يجيب. لكن جمهور القراء على إيه؟ على نصب إبراهيم ورفع لفظ الجلالة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه إني جاعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم دعا رب العباد من باب الحنو، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن سيدنا إبراهيم كان سبحان الله لما اختبره رب العباد عز وجل قدم جسده للنيران، وقدم طعامه للضيفان، وقدم ولده للقربان، وعندئذ مدحه الرحمن قائلا وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم الذي وفى بكل ما طلب رب العباد منه، إبراهيم الذي وفى بكل ما أمره رب العباد. ونحن يجب أن يكون الواحد منا إبراهيميا نزعة، ينفذ ما أمر رب العباد سبحانه وتعالى. فأنت في طاعة الله يعني تمرح وتسرح وتتحرك، وبعيدا عن طاعة الله تتعب وتكد وتكتئب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين به آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا من الذين يتوكلون على الله حق التوكل كما كان الخليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما. وانظر أنت في هذا الشهر الكريم إلى ولد من أولادك أو إلى بنت من بناتك وقل هذا سوف أجعله إماما إن شاء الله من الأئمة، يؤم الناس إلى الخير ويأخذ بأيدي الناس إلى طريق رب الناس. إن رب العباد على ما شاء قدير. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.